وفي إحدى الليالي وهو ينظف مسدسه انطلقت رصاصة بالخطأ واستقرت في صدر زوجته الجميلة فماتت في الحال. فصدم هذا الضابط صدمة شديدة ولم يستطع حتى العمل بعد ذلك الحادث الأليم، فغادر عدن دون رجعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء، شكرا على دعمكم المتواصل. اليوم لدينا قصة جنية العقبة في محافظة عدن اليمن. قبل أن نبدأ القصة لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا نبدأ بالقصة. كان يوجد في عدن عاصمة الجنوب اليمني والتي كانت تعرف قديما باسم كريتر، مكان اشتهر بصلته بأسطورة جنية، وذلك قبل عام 1850. كان المكان عبارة عن أرض ترابية وخلاء تربط عدن بمدينة المكلا، وتسمى العقبة أو باب عدن. وقيل أن الجنية كانت تظهر في هذا المكان وفي زمن لم يكن يضيء في ظلمة الليل سوى القمر والفوانيس. وفي الستينات من القرن الماضي انتشرت قصة جنية العقبة لتصبح رعبا في حياة السكان، حيث قالوا إنها امرأة جميلة جدا تسير في طريق العقبة في ساعة متأخرة من الليل، وقيل أن جمالها طاغيا مع أن لها سيقان حمار، وكانت كل سيارة تمر بالعقبة ليلا يشعر ركابها بالرعب الشديد، وبعضهم يجذبه الفضول ليخرج رأسه من نافذة السيارة لعله يراها، والبعض روى أنه شاهد أو لمحها، يقول أنها لوحت له بيدها ويقسم اليمين على ذلك. وقيل أيضا أن أحدهم أخذها بسيارته وأنها أحبته وطلبت منه الرحيل معها إلى بيت أهلها في مدينة الجن الواقعة أسفل بحر حقات. هناك قصة واقعية ربما كان لها شأن في انتشار هذه الأسطورة. في عام 1962 ميلادية، وعندما كانت عدن مستعمرة بريطانية، قرر الجنرال ويلشاير كمشنر مسؤول الشرطة إلحاق أول مجموعة من الضباط الخريجيين من الثانوية إلى قوة بوليس عدن البريطاني. كانت المجموعة تتكون من الملازم ثاني محمد حسين با حبيب ونديم عبد الستار وعبد أحمد شميله وعبد الله سالم الخضر وسعيد عبد الله وأسامة علي قاسم. وصل الضباط إلى معسكر البوليس المسلح حيث تقع مدرسة تدريب للضباط، وبجانب المدرسة كانت توجد فيلا مكونة من طابق ومبنية على الطراز الهندي القديم، كانت من أكبر الفلل في المعسكر وفيها حديقة صغيرة. في الطابق الأرضي سكن بعض ضباط الصحف المرشحين لدورة الضباط، بينما سكن الضباط الذين ذكرت أسماءهم في الطابق الأعلى، ومن ضمنهم مؤرخ تاريخي من أبناء مدينة عدن يسرد قائلا: كنت ضابطا أبلغ من العمر 18 سنة، وفي يوم الأحد كان الجميع يذهب في عطلة فتبقى الفيلا فارغة إلا من الطباخ، هو شخصية ظريفة واسمه عبده، وبرفقته ضابط مناوبة. في تلك الليلة صادف أنه كنت أنا ضابط المناوبة، كنت جالسا في مكتب القائد أقرأ والساعة تشير إلى ما بعد منتصف الليل، وجاء الطباخ يحمل فراشه وهو ينتفض من الخوف والرعب، وقال لي أنه سمع شيء ما في المطبخ أشعل النور وفتح صنبور الماء. لم أكن أؤمن بتلك الخرافات وذهبت معه إلى الفيلا ودخلت إلى المطبخ، ولكن ما أثار انتباهي بشدة أنني وجدت المواعين مبعثرة، وكان النظام العسكري صارم جدا، وعلى المطبخ أن يكون مرتبا بدقة. في كل ليلة أثناء مناوبتي فيها أرى المواعين مبعثرة وأتساءل من قام بذلك، وهذا الذي لم أستطع فهمه طوال السنين حين أتذكر هذه القصة. أمرت الطباخ أن ينوم في عنبر الجنوب، وفي الصباح استدعيت العريف العبار مدربنا في المعسكر وسألته في هذا الأمر الغريب، ضحك وقال لي: هذه قصة غريبة عن هذه الفيلا. قال لي العريف العبار أنه قبل 12 سنة كان يسكن في هذه الفيلا ضابط يعمل في البوليس المسلح، وكانت له زوجة شابة جميلة جدا. وفي إحدى الليالي وهو ينظف مسدسه انطلقت رصاصة بالخطأ واستقرت في صدر زوجته الجميلة فماتت في الحال. فصدم هذا الضابط صدمة شديدة ولم يستطع حتى العمل بعد ذلك الحادث الأليم، فغادر عدن دون رجعة. بعدها أعطيت الفيلا لعدد من ضباط عرب وإنجليز في البوليس المسلح، كان الجميع يهرب من الفيلا في رعب من شبح
تلك الزوجة الهندية الجميلة التي تظهر وتسير في الفيلا ليلا. وقد اضطر قائد البوليس المسلح في عدن آنذاك الفتنانت كولونيل شيبرد أن يغلق الفيلا لتبقى مهجورة، وعلى الرغم من فخامتها لم يسكنها أي ضابط عربي أو بريطاني. وفي عام 1962 ميلادية قرروا إعطائها لنا عند حضورنا للدورة التدريبية للضباط. كانت فكرتهم مستندة إلى أننا مجموعة والفيلا ستكون دوما مكتظة بسكان، مما لا يسمح لشبح تلك السيدة الهندية بالظهور. كانت روحها تهيم في نفس المكان التي ماتت فيه، حقا مرعب. وحلفني العريف العبار أن لا أخبر أي أحد في هذه القصة في ذلك الوقت حتى لا تحدث بلبلة. استدعيت الطباخ في الصباح وطلبت منه عدم ذكر القصة مطلقا، وأمرته في العطلة حين تكون الفيلا فارغة من الجنود، وقلت له أن ينام في عنبر الجنود مع الجنود. وكانت هذه الفيلا من أحسن الفلل في معسكر البوليس المسلح في عدن. يقول صديقنا من اليمن وهو يحكي قصته: اسمي خالد من اليمن من مدينة عدن، ولقد حدثت القصة معي في عام 1998 ميلادية. حدثت القصة معي عندما كنت أنا وابن أخي ذهبنا إلى منزل سيدة من العائلة قريبة لنا كبيرة بالسن، وكانت تحتاجنا لنساعدها في تصليح بعض الأشياء في المنزل من كهرباء وسباكة. كانت تسكن في عمارة في الدور الخامس. كانت تلك السيدة مشهورة بأنها تقوم بالعديد من أمور السحر والشعوذة في العلية. ذهبنا إلى منزل السيدة وساعدناها في تصليح الكهرباء والسباكة، وفي تمام الساعة الثالثة فجرا شعرنا بالتعب وكنا نريد أن ننام، وكان الفجر قد اقترب ولدينا جامعة في الصباح الباكر. أنا وابن أخي كنا بنفس العمر. جهزت السيدة لنا غرفة حتى ننام فيها للصباح، وقالت لنا محذرة: لا تفتحوا البلكونة مهما حصل ومهما سمعتم من أصوات، وإلا سوف تتحملون الذي سوف يحدث لكم. لم نعطي لكلامها اهتمام، ولكن من شدة التعب نمنا ولم نفتح البلكونة. ونمت ونام ابن أخي أيضا من شدة التعب والإرهاق الذي كان بنا. ومن شدة التعب والإرهاق نمت بسرعة وحلمت بالآتي. حلمت يومها بشيء مرعب جدا. حلمت بسيدة طويلة جدا، كانت ترتدي ملابس طويلة جدا، ملابس عندنا في عدن اسمها الويل. كانت العجوز تقف في وسط الغرفة وتقول بصوت غريب: ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ لا تأتوا إلى هذا المنزل مرة أخرى حتى لا تموتوا، اذهبوا من هنا، ارحلوا. صحيت الصبح وكنت حاسس أنني تعبان وجسمي متكسر جدا وألم شديد وإرهاق. وكنا مروحين وكان شكل ابن أخي غريب ويبدو عليه الذعر هو الآخر والقلق، وكان يريد الرحيل من المنزل بأي شكل من الأشكال. تحدثت مع ابن أخي عن الحلم الغريب الذي رأيته أمس. قلت له: حلمت حلم غريب جدا. قال لي: ما هو الحلم؟ فقلت له: حلمت بأن السيدة العجوز تقول بصوت مرعب: ما الذي أتى بكم إلى هنا؟ لا تأتوا إلى هنا من جديد، ارحلوا من هنا ولا تأتوا من جديد. وهنا قاطعني ابن أخي وقال: كانت السيدة العجوز طويلة جدا وترتدي الويل. أنا خفت جدا وحسيت بالتوتر الشديد، أننا نشاهد نفس الحلم وفي نفس اللحظة، شيء مرعب جدا ومخيف. كنا خائفين جدا أنا وابن أخي. ذهبنا عند إمام مسجد، وقتها قال لنا بأن ما شاهدناه لم يكن حلم بل حقيقة، وقرأ علينا بعض آيات القرآن الكريم، وقال لنا محذرا ألا نذهب إلى المنزل من جديد ولا نقترب من السيدة العجوز أيضا. ومن يومها قررنا ألا نذهب إلى ذلك المنزل، وحتى بعد موت السيدة العجوز لم نذهب ولا نريد الذهاب. كانت تلك قصتي التي حدثت معي، وليس لها أي تفسير، ولكنها حدثت معي بالفعل، حقا مرعب. ونكون هنا قد وصلنا إلى نهاية قصتنا اليوم. أتمنى أن تنال إعجابكم، وأراكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، وتحياتي وأشواقي لكم.